أكلمكم في دقايق عن أحلى حاجة إحنا بنحبها في الدنيا، الحب. بس مش هكلمكم عن الحب اللي أنتوا قصدكوا عليه، هكلمكم عن الحب التاني بقى، الحب اللي خلى الناس تروح تستشهد عشان خاطر المسيح مهمهاش. إنما أكتر حاجة بتخلي الدنيا ليها طعم إن الواحد كده يقعد يفكر في واحد بيحبه، يقعد عارفين بقى القديسين عملوا الحكايه دي مع ربنا لدرجه ان مبقوش عايزين حاجه تاني خالص، شبعوا حب ربنا خالص زي اللي واكل كده وبطنه مليانه وبعدين كل حلويات وبعد الحلويات فواكه وبعدين شرب عصير مانجا عصير موز كوبايه لبن مش مستحمل، حد تاني يقول له تعالى كل يقول له مش طايق، مفيش حاجة تاني، أنا شبعان جدا. الناس اللي شبعت بربنا قوي دي هي اللي احنا عايزين نتعلم منها. السفر اللي فيه كلام كتير عن الحب والناس افتكرته بيتكلم عن الحب واحد لواحدة سفر نشيد الأناشيد، وافتكروه واحد بيتكلم عن خطيبته أو عن مراته، الموضوع مش كده خالص. الكنيسة أو أنا نفس البشرية يعني بتكلم عن المسيح اللي أنا هيمان فيه وبحبه قوي. فقالت له كلام جميل قوي، هلقي بس حاجة، كان حاجة بسيطة كده، بتقول له يا ريتك تبوسني بقبلات فمك، هتكلم بالعامية يعني مش لازم أقرأ، يا ريتك تديني بوسة كلها حب، دي تفكرنا بالابن الضال، فاكرينه الابن الضال؟ ضيع كل الفلوس وكان فاكر إنه لما هيرجع أبوه هيعمل فيه إيه؟ هاي دي لقلمين أقول له أنت ليك عين تيجي، لكن يقول لك أبوه أول لما شافه وقع على عنقه وقبله. الراجل ده الابن الضال كان جاي منين؟ كان آخر مكان عايش فيه فين؟ المكان فيه خنازير ضريبة، يعني ريحته كانت إيه؟ واحد عايش وسط الخنازير، شوف حد لو شاف كده جاي ريحته وحش قوي. أبوه مش جه لا شم ريحة وحشة راح رجع، راح واخده وقال له يا ابني أنت جيت يا حبيبي تعالى، ده أنا بحبك أوي، أنت مش متصور قد إيه أنا بحبك، أنت مش عارف إن أنا بحبك أوي أوي أوي، أنت ما كنتش فاهم إن أنا بحبك، فاكر إنك مكسوف تيجي، فاكر إن أنت لو جيت أنا هاكلك كلامين، ده أنت مش فاهم حاجة، ده أنت ابني. في أم جربت ابنها يعمل حاجات وحشة تزعل منه تقول الواد ده مش عايز اشوفه تاني تطرده بره البيت، ولا ما بتصدق يقول لها انا اسف، تاخذ الفضل وتقول له يا ابني ليه عملت كده انا بحبك قوي، تعمل زي رانيا ما قعدت تمثل كده انا بحبك قوي ليه تعمل كده انا كده، يعني انا ما بعرفش امثل قوي لكن انا بحبك، انت فاهم يعني انا بحبك. بصوا بقى المعلومه اللي عايز اكدها لكم ان المسيح بيحبنا قوي، واحنا بنقول بالكلام ان انا بنحبه بس مش عارفين نعمل حاجه تبين ان انا بنحبه بالكلام بس بقى، انما هو مشاعره هو من ناحيتنا بيحبنا جدا جدا، ولو فهمنا الحب ده يا نهار ابيض انا في حد بيحبني للدرجه دي ده انا هسيب كل حاجه وادور عليه. انا اعرف واحده كان في واحد متقدم لها واثنين وثلاثه وبعدين اختارت واحد منهم، بقول لها يا شبانه ده اللي اخترتيه، قالت لي انا لقيته بيحبني قوي بجد مش كلام، حصل شويه مواقف بقى وقعدت تحكي لقيته فعلا بيحبني، انا ما كنتش واخده بالي انه بيحبني قوي كده، انما الحب الجامد قوي اللي هو بيحبهوني ده يخليني انا مش عايزه غير واحد بيحبني. فاهم حاجه؟ لو اكتشفنا ان ربنا بيحبنا قوي قوي هنسيب كل حاجه ونقول له تعالى شبعنا بحبك، انت بتحبنا ده انا بدور على اي واحد يقول لي كلمه كويسه، وانت بتحبني الحب ده كله مش دريانه بيه، ده انا اي واحد بيقول لي الله ايه الشياكه دي بقول له ايوه هو ده اللي بيفهم، بدور على اي كلمه الله النهارده انت لطيفه قوي علامات الخجل اللي هو قول كمان يعني، انما المسيح بيحبك قوي. بيقول لكم بيحبك ازاي؟
شفت الأم وهي بتغير لولد صغير بتاعها وهو عامل ومغرق الدنيا وريحته وحشة، وماما بتغير له الحاجات اللي من تحت دي كفولة وتشيل وتقول له يا جميل يا سكر. سكر ايه ده انت عايز تروح تستحم؟ الأم بتقرف منه خالص خالص. ايه الوقت المقرف ده؟ دي لحد تاني يغير له. أمر فكرت كده؟ الحقيقة لا. احنا عايزين نعرف ان راح هنعمل مصايب سودة، المسيح بيبص لنا يقول لك انت جميل. هقول لكم حاجة كنت بقولها النهارده في قداس الكنيسة العربية. حد فيكم قتل أتيب؟ يعني كلكم بتعملوا خطايا جامدة قوي، لكن حد قتل أتيب؟ متهيأليش حد موجود قتل أتيب. إيه رأيكم إن موسى النبي مرة قتل أتيب؟ عارفين الحكاية دي؟ لقى بيضرب اليهود، راح ماسكه ضربه، مات المصري، اتحكم عليه بالإعدام، هرب. موسى قتل أتيب. افتكر واحد قتل قتيل، أول ما ربنا يقابله هيقول له أنا بحبك ولا هيقول له تعالى يا مجرم؟ هو متوقع إيه؟ تعالى يا مجرم. لقى ربنا بيظهر له في العليقة يقول له أنا عايزك في موضوع كبير أوي. يقول له أنت مش زعلان مني؟ أنا اللي قتلت الراجل ده، ده أنا فاكرك هتاكلني قلبين. يقول له لا، الموضوع ده انت بتفكر كده، انت مش فاهم انا بفكر فيك ازاي، ده انا بحبك جدا. يعني عشان قتلت واحد انت هتعاقبني؟ لا 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 مش هعاقبك، ده انا عايزك في موضوع اكبر من كده، عايزك تكون قائد لكل اليهود وتطلعها من ارض مصر. معقوله؟ طب والمصايب اللي انا عملتها دي انت ليه بتفكر كده؟ انا بقول لك بحبك، مصدق ان انا بحبك ولا مش مصدق؟ عارفين ترنيمه اسمها صدق اني كتير حبيتك؟ سمعتها قبل كده؟ كانت ترنيمة مش عارف عارفينها ولا ايه، بدور عليها. صدق اني كتير حبيتك، صدقوا ان ربنا بيحبني قوي. سيبك من عقدة ان انا بعمل حاجات وحشة وربنا مش حبيبني. على فكرة كل اللي بيحاولوا ينكروا ان في حاجة اسمها ربنا وان كل ده كلام مش مظبوط، سببها الفكرة دي، انه عشان عارف انه وحش فهو عايز يتجاهل ربنا ومفيش حاجة اسمها ربنا وعايز يرتاح. هو عارف كويس قوي ان في ربنا، خصوصا الناس اللي اتربوا في الكنيسه وعندهم اساس، وعارف ان ربنا بيحبه. رائحه ادهانك الطيبه اسمك دهن المهراق. كلام صعب بالعربي لكن انا هقوله اسهل من كده. ريحتك حلوه قوي يا رب. شفت واحد طالع من المطبخ أو واحدة بتعمل كشري وتقلية ريحتها إيه؟ زيت قديم وتقلية. لما تاخدك بالحضن أهلا يا حبيبتي تقلية، هنشم من التقلية والزيت والبتنجان كله بقى. شفت أبونا لما يكون طالع من القداس وكله بخور وتاخد أبونا بالحضن تقول له إيه؟ طول شوية في الحضن يا أبونا، ريحتك حلو، ريحتك بخور، حتى العرق مش باين، البخور غطى على كل حاجة، حتى أبونا من كان ما حطش برفيوم ولا مش حط كولونيا مش مهم، البخور غطت على كل حاجة، ريحتك بخور وجميلة. هقول لكم، الابن الدار كانت ريحته إيه وهو طالع من عند الخنازير؟ كانت ريحته بخور؟ كانت ريحته خنازير. بص بقى، على قد ما تقعد في مكان معين على قد ما ريحته تطلع فيك. فإحنا كتر القعدة مع ربنا هتحط أحسن برفيوم. اقعد معاه كتير هتلاقي ريحتك بقت حلوة، الناس تقعد معاك حتى اللي ما تقعدش معاك، مجرد ما تعدي الناس تشم ريحة حاجة حلوة عشان الراجل اللي بيقعد مع ربنا كتير. القديسين كان ربنا بيحب يعمل حاجة، مثلا القديسة مريم المصرية تموت، كانت وحشة قوي وسيرتها وحشة وماتت النهارده، يبص لقى جسدها بيطلع بخور وروايح عطر عمر ما، ايه الكولونيات الجميله اللي طالعه دي؟ ربنا عايز يقول ايه؟ كل ما تقرب مني كل ما هخلي الناس تشم ريحه حلوه. طب ريحه ربنا نفسه بقى شكلها ايه؟ حاجه عمرك ما شفتها. اذا كان بولس قال ما لم ترى عين وما لم تسمع به اذن قول وما لم تشمه مناخير، ما عندي يعني، انا ما بفهمش في عربي قوي، وما لم تشمه
اسمها ايه دي؟ انف زي ما قالوا بلاش مناخير. يعني هتشم ريحه عمرك ما شفتها ابدا قبل كده. ليه احنا نشم روائح وحشه وفي روائح حلوه؟ ما تدخل وتتفس نفسك في المسيح. عارفين اللي جابت العطور اللي هي وتلاقيتها على جنين المسيح؟ الريحة حد منكم مرة اتدلقت منه بالغلط إزازة كولونيا في الأوضة؟ عملت إيه في الأوضة؟ أظن عايز تقفل الأوضة شهر عشان الريحة دي ما تروحش منها، ما تكبت الإزازة وخلاص. المسيح ريحته جميلة جدا، كل ما تقرب منه تبقى بس عايز تقعد كده تشم ريحة حلوة. بيقول له اسمك دهن مهراق، مهراق يعني بتكب كتير زي ما تكون كولونيا كتير وتكبت فعامل ريحة حلوة قوي. عشان كده العذارة بتحبك. العذارة دي اللي هو كل الناس كل النفوس. بيقول له شفر النشيد العروسة كنيسة الناس بتكلم المسيح وتقول له اجذبني وراءك شدني بالريحة الحلوة دي فنجري. نجري يعني ايه؟ المفروض لما اقول له اجذبني وراءك يبقى ايه؟ شدني وراك وانا ايه؟ انا اللي اجري ولا احنا اللي نجري؟ تاني ركزوا، شدني وراك وانا انا اجري، مش كده؟ امال نجري يعني ايه؟ يعني انت بس يا رب خليني احبك قوي وليك عليا خلي كل الناس تحبك. ابونا كده يقول له بس انت خلي بالك مني وانا خلي كل الشعب ده يحبك. والاسقف يقول له خلي بالك وانا خلي كل الشعوب بتاعت كل الكنائس دي تدور عليك، بس انت خلي بالك مني. يقول له بس كده خلي بالك مني عشان خاطر الناس اللي وراك. فاهمين؟ اجذبني وراءك نجري كلنا. شفت واحدة خطبة واحد أكيد أنتوا في سن الخطوبات تبقى عمالة تعمل إيه في سن الخطوبة؟ وهي قاعدة تقول آه خطيبي ما جاش، آه البتاع ده لونها أزرق هو بيحب الأزرق أوي. لا ما بيحبش الأخضر، ما بيحبش الأخضر. يا ستي حد جاب سيرة خطيبك؟ هناكل شوربة؟ آه طب كويس إن أنتوا عملتوا شوربة، أصل هو ما بياكلهاش خالص. احنا ماله وماله، احنا قاعدين اي حاجه في اي حاجه تربطها بالاستاذ اللي هو مخطوبه ليه. طبعا كل ده بينتهي بعد الجواز، يعني كل سنه وانت طيب ما بتجيبش سيرته خالص. بعد الجواز بقى بتشتغل في الازرق زي ما بقول لك عشان هو بيحب الازرق. يعني اثناء الخطوبه الواحد بيبقى هيمان حب وعمال يفكر. شوفوا بقى لو احنا بنحب المسيح هنفكر ازاي. اه المسيح يحب القعده دي، المسيح ما يحبش الهزار ده، المسيح يحب اللبس ده، المسيح ما يحبش. تصور ان احنا بنحبه قوي واخدينه في بالنا كل حاجه هنربطها بيه. المسيح يحب الكلام بالطريقه دي، المسيح يحب الاسلوب ده، المسيح ما يحبش. هنعمل كده. لو انت مش بتحب المسيح خالص ولا هتجيب سيرته ولا هتفكر هو يفرق معاه ايه ولا ايه اللي ما يفرقش معاه. علشان كده في واحد من القديسين قال آية جميلة قوي. أنا النهاردة مش واعظ، أنا بقول لكم بس خمس دقايق عن الحب كده. المسيح واحد من القديسين قال حب الرب وافعل ما شئت، اعمل اللي يعجبك بس كفاية إن أنا أطمن إن أنت بتحب ربنا. لما يكون عندي ولد في صغير أخليه بس يحب ربنا وأقول له اعمل اللي يعجبك. أي حاجة وحشة مش هيعرف يعملها، مش هيعرف يعمل حاجة وحشة عشان هو بيحب ربنا. الحب ده أجمل حاجة في الدنيا، واللي جربوا حب القديسين وحب ربنا اكتشفوا إنه حب راقي جدا جدا، حب راقي. إحنا بس عشان حسين عايزين نشوف واحد قدامنا عشان لما أقول له بحبك وحشتني يقول لي وأنت أكتر. على فكرة ربنا لو قلت له كده هيقول لك أكتر من كده بكتير. لو طلعت فضفضت مع ربنا كلام حب هيطلع لك كلام جامد قوي، يقول لك ده أنا بحب، ده أنا بموت فيك. شوف كل اللي انت فاكر ان انت بتعمله ده وخلاك وحش ولا فارق معايا، انا بحبك مهما تعمل بحبك، وحتى لو غلطت تاني بحبك، وان شاء الله ان شاء الله نعيش مع بعض للابد في الابديه. بس ارجع لي، مش عايز منك غير ان انت بس ترجع. المسيح حب، واللي يتملي بحب المسيح هقول لكم حاجه بقى مهمه قوي، يحب الناس والناس تحبه ولا متخانق مع طوب الارض؟ عارفين ايه متخانق مع طوب الارض؟ يعني متخانق هنا ومتخانق مع دي وما بيتكلمش ده وده قطع منهم ودول ما بيحبهمش. وبعدين يقول انا بحب ربنا، اقول له لا. يوحنا الحبيب قال كلمه جميله قوي، قال يكذب اللي بيقول انه بيحب ربنا
وبيكره اخوه. اذا كنت بتحب مش قادر تحب ربنا اللي انت شايفه، هتحب اخوك اللي انت شايفه ازاي؟ انا اكتشف كده. بس انا عايز تبقوا مركزين معايا في حاجه واحده، اللي بيحب ربنا قوي لازم غصب عنه يحب الناس، حتى الناس الوحشين. يقول المساكين بحبهم. عشان كده يوحنا الحبيب قال مش هقول لكم غير حاجه واحده، اهم حاجه تحبوا بعض. اصل لما تحبوا بعض اطمنت ان انتوا بتحبوا ربنا. لما تكونوا بتحبوا بعض، اذا كان واحد مش عارف يحب افراد اسرته بيضحك على نفسه انه بيحب ربنا ازاي. واحد يقول لك انا بكره بابا، انا بكره ماما، انا بكره مش عارف تيتا، انا بكره جوزي، انا بكره مراتي. اكيد بتسمعوا كلام زي كده. اذا مش عارف تحب واحد حتى لو كان عمل البدع، هتحب ربنا ازاي؟ اول ما حاجه وحشه تحصل بص ربنا بيعمل معايا ايه، انا خالص مش عايز ربنا. املى نفسك بحب ربنا، هتتملي بحب كل الناس حتى الناس الوحشه. الحب احلى حاجه في الدنيا. فالمسيح علق وقال بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي ان كان لبعضكم حب.